يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة في أول الليل، بارد في آخره في أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.